اهلا بيكم في مغربيات. النهارده هنعمل فراخ بالكمون، هي التتبيله بتاعتها الكمون او طعمها الطاغي عليها الكمون. وهنعمل صدور ديك رومي سلطه بالافوكادو. بس ابتدي بس الاول المقادير بتاعت اول اكله. هحتاج وراك كامله، ممكن تجيبي صدور براحتك او عايزه فرخه كامله براحتك. انا عاملاها بالوراك برضو الكميه اللي انت عايزاها. نص كوبايه زيت ذره ونص كوبايه زيت زيتون وزعفران باودر وزعفران اللي هو الحر، 8 فصوص ثوم مفرومين و3 معالق كمون كبار وملح. انا عايزه اعمله الاول، انا عايزه اتبل الفراخ. بسم الله. هجيب نحط الملح، حطيت الزيت، نحط ملح، زعفران، والثوم، والثلاث معالق كمون، ثلاث معالق كبار كمون. يلا تلاقي المقادير نازلة قدامك. يلا بسم الله. هو الأحسن إنك لما تيجي تعملي الفراخ دي تسيبيها في التلاجة لمدة ساعة قبل ما تسويها، يعني تتبليها تغطيها وتسيبيها في التلاجة عشان الفراخ تتشرب كويس جدا. اوكي، شيل دول الزعفرة اللي لسه هحطه بعدين. حلا نحطها تسخن، قبل ما تسخن شويه نقول لكم المقادير بتاعت السلطه. هنحتاج صدور رومي، افوكايا، بيضتين مسلوقين دول للزينه في الاخر، كاتشب ومايونيز وخل، واحتاج عصير ليمون عشان احطه عليها عشان لون الافوكايا نفسه ما يتغيرش ما يسودش يعني. الحل ما تسخن تكون الفراخ قاعده بتتشرب، ولا بصل ولا اي حاجه، تتعمل كده بس. لما الفراخ تسيبيها على النار اول 5 دقائق وتقلبيها، وبعد كده تزودي لها كوبايه ميه صغيره بس وتسيبيها. الفراخ كده كده بتطلع ميتها. بسم الله. تاخد بس وش الاول وبعدين نزود نحط الصوص بتاعتها او التتبيله دي كلها اللي بنحطها عليها.
ازاي بس عشان ما تبقى متحمره. اهي زي كده يعني، لازم تبقى بالمنظر ده. وبعد كده تزودي عليها التتبيله بتاعتها، تعالى بقى يلا. بس نغطي عليها، نشيليها. طيب هنطلع فاصل ونرجع نبتدي بقى نعمل في السلطة. رجعنا لكم بعد الفاصل. افكركم النهارده بنعمل ايه. بنعمل فراخ بالكمون. اول ما بدانا اللي انا عملته ان انا تبلت الفراخ، حطيت عليها كمون وتوم مبشور وزعفران حر، الزعفران قصدي البودره، وملح وزيت زيتون وزيت ذره. تبلتهم كده كويس مع بعض، وبعد كده حطيتها الفراخ الاول اتحمرت خدت وش، وبعدين زودت عليها التتبيله. نبتدي بقى السلطه. نفكركم تاني بمقادير السلطه. هحتاج صدور رومي، كاتشب ومايونيز، فلفل اسود اللي مجروش، وقلنا عصير ليمون عشان الافوكايه الافوكا لونها ما يتغيرش، وبيضتين مسلوقين للزينه. بسم الله. حط زيت زيتون، فلفل اسود، عايزه بس الزعفران احط له شويه ميه دافيه واسيبه شويه، وبعدين احط هنا برده شويه ليمون. عايزه بس اشوف الفراخ خلاص.
ممكن اجيب طبق التقديم بتاع الفراخ بما انها خلاص خلصت عشان ما تتهريش اكتر من كده. بسم الله الصغيرة خليها. خلاص وكده ده كمان خلص. احب اشيل دي سيبها تبرد شوية على بال ما أقطع الأفوكا. نفس البتاع مش هتقول لأ كده كده. يلا بسم الله. شايفة مستوية كويس جدا وطرية برضو. اجيب دي هنحط الكاتشب والمايونيز
وتعملي كده. كده بكون خلصت الاكلتين اللي عملت النهارده. عملت فراخ بالكمون وعملت سلطه ديك رومي سلطه افوكادو بالديك الرومي وبس. يا رب تجربوه في البيت ويعجبكم. بالهنا والشفا وبالصحه والراحه.